اهلا بيكم، معكم خالد، معكم محمد. هذا لكم فيديو جديد وتحدي جديد. تحدي النهارده ان شاء الله يكون تحدي اللمس. فكره التحدي ده عباره عن ايه محمد؟ يعني هو هيجيب حاجه غنيه عليا، هو هياخد صوره يتقيل اي حاجه في الجسم عنده، لو عرفت اجيبها يبقى انا اللي جبت نقطه. تمام، زي ما اللي مش فاهم بقى الفيديو يشوفه كده، هو يشوف استمتاع يعني. خلاص بس نجيب الحاجه اللي غني بيها علينا. يلا ليتس جو. جبنا بتاعنا يا جماعه. يلا يا جماعه نلعب حاجه ورق وقص. مش مين هيبدا، اللي هيخسر هو اللي هيتجمع عندي. التاني انا حاسس ان يبدا من اول كده في عقاب، بس يبقى 10 بطل. العقاب 10 بطل. العقاب هيبقى تنام على ظهرك وترفع رجلك تسوي. حابب اغيركم في اخر بس. لا مش صعبه. لا مش صعبه. لو صعبه خليها في الشغل. ماشي خلاص مش هنضغط. لا 10 خمسة ضغط. لو صعب عليك خمسة ضغط. ماشي بس البتاع اللي بزاوية دي هرفعها لمدة 20 ثانية. هقول لك هوريها. قوم نلعب حجارة بس دلوقتي. يلا حجا ورا مقص، حجا ورا مقص، حجا ورا مقص. انا عارفة انت كل فيديو بتعمل كده. طب 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 يلا خلاص ادي لك محاولة. رجلنا عم تيجي صح؟ غلط. عامل كده لو عملتش كده. واحد صفر ليا. ورجلين متابعين. والله العظيم مش هفهم. هي في ايدك وش؟ ماشي. غلط. هنا انت قلت هنا كده. يس واحد صفر ليا. ادي رجلك وش. اه
بس هلا حتى لي صح؟ بجد خلاص كمان ما انا قلت الحته دي بس انت ما قلتليش اني لا يعني لا انت كنت تقول لي المفروض اني لا ما انا قلت ايه قلت كده ايه كنت تقول كنت تقول لي المفروض اني لا ما انا قلت لك اني مين هتعرف ليا دي لا ما انا ما اعرفش انا قلت لك انت كنت بتقولي هنا ماشي انا قلت لك الحته دي الحته دي ما قلتليش ليه اني وهي هنا فين كده مش هنا كده ما قلتش هنا اقسم بالله ما قلتش هنا انت قلت هنا والله قلت هنا انا قلت هنا اقسم بالله يا عم اتنين شوية فاضل لي واحدة يا جماعة اكسب دلوقتي يا جماعه محمد اهو اهو يلا محمد على ظهرك ظهري مو ايوه كده ايوه كده ايوه كده 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 بس ثانية عشان عايز اثبت الفيديو بس ثبت الفيديو الله ثبت الفيديو شكله حلو دلوقتي يا جماعه اهو محمد هيعمل كده ايه هم رجل لا 15 16 17 19 20 كده يا جماعه هو خلص يلا عشان نعمل الفيديو مش عارفه كده يا جماعه هو خلص الفيديو كده خلصنا الفيديو يا رب يكون الفيديو عجبكم اتمنى اتمنى تشوفوا الفيديو اللي كانت على المقطع ده لايك كده لا ويا ابني احنا بنتكلم لايك هنا مكاني كده سبسكرايب برضو مكاني ويا ريت تعملوا كومنتات وتتابعوني على الفيسبوك والانستجرام سلام